لا يحب العديد من الناس الحشرات، ولا عجب في ذلك، فهذه الكائنات الصغيرة تزعجنا عندما تخفق أمام أعيننا، تحاول الزحف لداخل آذاننا وأنوفنا وتلدغنا بإزعاج. لكن صدقني، الحشرات التي قابلتها ليست قريبة حتى من وحوش هذه الحلقة، من أكثر اليرقات المميتة إلى أقرف الذبابات الطفيلية والبق القاتل. في هذه الحلقة سأريكم ذلك والمزيد من الحشرات الخطرة وتلك المثيرة للإشمئزاز والتي لا يجب أن تعبث معها. اليرقة ذات الفراء. عند رؤية هذه اليرقة ذات الفراء، العديد قد يظنها خصلة شعر، لأن ظهرها المغطى بكثافة بشعر طويل منتصب. في مرحلة مبكرة من تطور اليرقة تكون هذه الخصل مجعدة بشدة، مما يعطي شعرها مظهراً مغطى بالفراء. تبدو اليرقة جميلة وغريبة، مما يجعلك ترغب في حملها في يدك أو تمسيدها، لكن حتماً لا يجب أن تفعل ذلك. يقبع خلف هذا الجمال رعب حقيقي. الخصل سهلة الانقطاع وتنغرس في الجلد وتبقى فيه، هذا بحد ذاته مؤسف، ولكن الخصلات سامة أيضاً. التماس مع اليرقة ذات الفراء يسبب أعراضاً سيئة، من ألم نابض ينتشر إلى الإبط حتى الغثيان، وصعوبة في التنفس، وفي بعض الحالات تصاب أيضاً العقد اللمفاوية. إنه كائن صغير مشعر، لكنه يسبب الكثير من المشاكل والأمراض. هذه اليرقة التي تعيش في الغابات الاستوائية، البساتين وحدائق القرى في بعض دول أمريكا اللاتينية أخطر بكثير. اللونوميا أو عفة الحرير الضخمة، وعادة تسمى أخطر يرقة على الأرض، وواحدة من أخطر الحشرات عموماً. كما اليرقة ذات الفراء، اللونوميا مغطاة بأشواك سامة. هذه الأشواك النامية المزودة بسم شديد الفعالية، تثقب الأشواك بسهولة جلد الإنسان. بعد التماس يدخل السم للدم وينقص قابليته للتخثر. بعد وقت قصير يطور الشخص نزيفاً داخلياً، والذي قد يكون مميتاً. هذه اليرقة مموهة بشكل جيد، ومن الصعب تمييزها عن الأوراق أو لحاء الأشجار. لذا كن متيقظاً إذا وجدت نفسك في أمريكا الجنوبية. يقتل سم هذه الحشرة الكثيرين هناك كل عام. حسناً، حقيقة أن هذه اليرقات سامة مفاجئ حقاً، بالتأكيد لم تفكر فيها، ولكن ما الحشرة التي نفكر فيها مباشرة بالحديث عن الحشرات الخطيرة والغريبة؟ شخصياً تقفز صورة الدبور في مخيلتي. هذه الكائنات الطنانة خطيرة جداً عموماً، ولكن الدبور الآسيوي الضخم من أخطرها. يسمونه فيسبا ماندرينيا، إنه أخطر وأضخم الدبابير على الأرض. يتجاوز طوله 5 سنتيمترات، وبذلك هو أكبر ب3 مرات من أقرانه المعروفين. إبرة هذا الوحش مذهلة أيضاً، فهي تمتد لأكثر من 0.5 سنتيمتر، كما يمكنك التخيل. هكذا لدغة تخترق أي إنسان بسهولة. بهذه الحالة سيشعر الضحية بألم شديد، ولكنه ليس كافياً للوحش الآسيوي، فيستمر باللدغ تكراراً لأن لادغته لا تنكسر. عندما ينتهي سيسيطر بعيداً ويترك الضحية تداوي إصاباتها. بأفضل الأحوال ستتألم الضحية، وبأسوأها سيكون ذلك الهجوم قاتلاً وستموت الضحية نتيجة فرط الحساسية، ولكنه ليس الجزء الأسوأ. أكثر ما يرعب في هذه الدبابير أنها تنظم غزواً شاملاً. في عام 2013 استولت حرفياً على مقاطعة صينية، قاتلة بعض السكان ومسببة الكثير من المشاكل لكامل الإقليم، مما اضطر الشرطة والإطفائيين لحرقها بقاذفات لها. ومع ذلك، حتى ذلك الدبور ليس متهوراً كالنحل الإفريقي. الحشرة التالية في حلقتنا يمكن تسميتها أكثر الكائنات العدائية على الكوكب. ليست كائنات عادية في الحقيقة، هي هجين من أنواع مختلفة من النحل مرباة في البرازيل. في الواقع أراد العلماء تربية النحل المثالي ونجحوا في ذلك، ثم ارتكب أحدهم خطأً ما، طار النحل من المختبر وانتهى في البرية تماشياً مع أفضل تقاليد أفلام الرعب. في البرية بدأ النحل الإفريقي بالتناسل مع الأنواع الأخرى، وبعد عدة أجيال أصبح وحشاً حقيقياً. لقد تغيرت وزادت قوتها وأصبحت أكثر شراسة، وبدأت بالاستيلاء على القارات. بداية غزت الجنوب، ثم طارت للأعلى ووجدت نفسها في الولايات المتحدة، حيث يوجد تهديد بغزواتها.
لدغة هذا النحل مؤلمة للغاية، ومن المحتمل أنها مميتة، لكن الأسوأ أنها عدائية للغاية، فعادة تهاجم الناس والحيوانات دون أي سبب. وإذا وجد شخص ما نفسه على بعد 5 أمتار من خلية هذه الوحوش، يجب عليه أن يركض بأقصى سرعته، لأنها ستظنه عدو وستطارده لبضعة 100 من الأمتار. من المذهل حتى بوجود هكذا النحل، هناك حشرات أخرى في العالم تقتل أناساً أكثر بكثير سنوياً، ولفعل ذلك ليس عليها حتى أن تكون عدوانية. ابقى معنا لتعرف المزيد عن هذه الحشرات، وكذلك لترى أكثر الذبابات رعباً، ولتكتشف أين يكمن خطر عث الفراش. ذبابة اللحم المرقطة. لا أعتقد أن أحداً يحب الذباب، فهي تطير وتطن دائماً ومن الصعب إصابتها، ولكن علينا التعامل معها بكل الأحوال. يمكننا فقط أن نأمل ألا نضطر للتعامل مع ذباب اللحم المرقط. هذه الحشرات مألوفة في جنوب أوروبا وروسيا وشمال إفريقيا والصين، تنتمي لعائلة ذباب اللحم، وهي تتميز بالتكاثر في أجسام الحيوانات. تلك الميزات التي تجعلها تشكل تهديداً على الحيوانات الأليفة والإنسان، حيث يمكنها أن تودع يرقاتها بداخل الندبات والجروح والأغشية المخاطية، ثم تبدأ بعدها اليرقات بأكل الأنسجة الحية والعضلات من الداخل. حينما يدخلون للجسم يسببون ألماً وتورماً ومظهراً متقيحاً مكان وجودها. إنه أمر فظيع. ماذا عن البق؟ إنها بالتأكيد أفضل من الذباب، ولكن ليس جميع البق لطيفاً ومسالم. خنفساء البثرة مثلاً وحش حقيقي. تدعى عادة أكثر الحشرات الخطيرة في روسيا خنفساء البثرة حشرة كبيرة، إنها تقريباً بحجم إصبع السبابة. تنتشر بشكل واسع في كوساسيس، كرازنودار كراي وجنوب غرب سيبيريا. تقطر في مناطق السهوب، ويمكن أن توجد في الصحراء والمناطق شبه الصحراوية. تماسها مع الإنسان ليس قريباً جداً، ولكن مع ذلك يمكن للخنفساء أن تسقط على شخص من الشجرة أو تصطدم به أثناء الطيران. لديها سم الكانثيريد في دمها. في حالة الخوف تفرز مقداراً صغيراً منه. يستطيع هذا السم إيذاء الجلد. يتشكل حرق مائي شبيه بالبثرة مكان التماس. غالباً تتأثر اليدين والعنق والوجه. إن كان هناك جروح أو خدوش على الجلد، سيكون الحرق أشد والعواقب أوخم. وإذا دخل هذا السم جسم الإنسان، تتطور حالة السمية. خلال أول 10 دقائق من التماس، تبدأ الشفتان والفم والبلعوم بالحرقة، وقد يتشكل التهاب في الحلق وينتفخ اللسان. يترافق ذلك مع ألم بطني وغثيان. لا عجب أن هذا الوحش استخدم قديماً كسم. في الحقيقة أنا شخصياً لا أريد التعامل مع هكذا حشرة. إن كانت خنفساء البثرة تعتبر أخطر حشرة في روسيا، فهذه الحشرة الأخطر في العالم، فهي قاتلة حقيقية. ولكن ما علاقة ذلك بالبعوضة؟ جميعنا واجهنا البعوضة في الصيف وما زلنا أحياء، أليس كذلك؟ هذا صحيح، ولكنني أتحدث عن بعوض الملاريا. على الرغم أنها ليست عدوانية وصغيرة، فهي إحصائياً أكثر الحشرات القاتلة على الكوكب، علاوة على أنها أكثر الحيوانات القاتلة في العالم. حتى القروش وأفراس النهر والأسود والأفاعي تقتل أقل بمئات أو آلاف من الناس سنوياً. بعوضة الملاريا تنشر مرض الملاريا كما يوحي الاسم. قد لا تلاحظ لدغتها حتى، لكن يصبح الشخص حاملاً لمرض خطير، على اعتبار أن بعوض الملاريا يعيش غالباً في البلدان الإفريقية، حيث مستوى الطب ليس متطوراً. نسبة الوفيات من عضات هذه الحشرات مرعبة. 100,000 وفية في إفريقيا وحدها، وأكثر من 200 مليون حالة عدوى حول العالم سنوياً. لا عجب أن العلماء حول العالم يريدون تطوير لقاح ضد الملاريا بقدر ما يريدون لقاحاً للإيدز أو علاجاً مثالياً للسرطان. لحسن الحظ هناك تقدم، ففي أكتوبر 2021 منظمة الصحة العالمية صادقت على استخدام أول لقاح للملاريا. ذبابة تسيتسي. هناك تهديد آخر لإفريقيا، ذبابة تسيتسي. ليست قاتلة كبعوض الملاريا، ولكنها خطيرة للغاية. بينما يحمل بعوض الملاريا مرض الملاريا، تحمل ذبابة تسيتسي داء المثقبيات، مرض إنساني وحيواني. داء النوم واحد من أكثر العواقب الخطيرة والمفتاحية لعضة ذبابة تسيتسي. يبدأ المرض بحمى وألم مفاصل، ثم يترقى للهذيان، ثم الموت. هكذا يتدرج المرض إن لم يعالج. يجب أن تبقى بعيداً عن ذبابة تسيتسي، ولكن هذا ليس ممكناً دائماً.
فهي ليست أقل عدوانية من النحل الإفريقي. عادة تهاج وتعض دون سبب واضح، تعتبر أي جسم دافئ متحرك عدواً وتهديد. بق التخبيل اسم لطيف لهذا البق، أليس كذلك؟ لكنها ليست من تريد تقبيله. هذه الحشرات تحب التقبيل، يقبلون بشكل لائق على الشفاه. إن كنت تعتقد أن الأمر محدود بقبلة لطيفة أو غير متوقعة فأنت بالتأكيد مخطئ، لأنه لولا ذلك لما كانت في هذه الحلقة. فهي عندما تعض تنقل عدداً من الطفيليات الخطيرة للإنسان، مسببة داء شيكاز، حمى، صداع ووهن. كل هذه الأعراض تعني نجاح القبلة. كما في حالة داء النوم، يجب علاج هذا المرض فورياً، وإلا أصبح مرضاً مزمناً قد يؤدي إلى وفاة الشخص. تقتل هذه الحشرات الصغيرة آلاف البشر سنوياً، مما يجعلها حشرات قاتلة بفاعلية. تعيش في المناطق الاستوائية من وسط وجنوب أمريكا، لهذا أبقي ذلك في ذهنك إن كنت هناك. هذا كل شيء، أخبروني في التعليقات عن أي الحشرات التي تخافها أكثر. شكراً للمشاهدة وأراكم لاحقاً.